في فكور وقتلنا هنا في منقيدتوا وفي كوركال وهنا يونايتد نيشن لسه ما بيشوف المواطن يهود زي ما انتم شايفينه نحن منا ومربشير بيقول نحن عشرات دير روحنا باسلحه كيماويه نحن عارفينه زي ما هسه جاء ضربنا نحن المواطنين في منطقه منقوي ومربشير زول ما نافع ومربشير هو مجرم لا عنده جنة في جنوب السودان ولا عنده جنة في شمال السودان. أنا بشوف إنه حكومة السودان مستهدفة المواطنين، يعني الناس الموجودين في المدينتين بنتي وروب كونر دي المواطنين ما مفروض إنه يجي يغير على مواطنين العزل. فأنا بشوف إنه حكومة السودان في شخصية الرئيس عمر البشير مستهدف المواطنين، دير يحتل جنوب السودان، ما دير مواطنين بس دير الأرض عشان هو يسيطر على مناطق البترول. فدي هو هدف بتاع عمر البشير، ما عنده أي هدف تاني بس دير يستهدف مناطق البترول، وهو ما دير أي مواطن جنوبي يقعد ما زي ما هو وصفنا بحشرات. نحن ما حشرات، نحن بشر. لما تم تقديم عمر البشير للعدالة في هيك ده مش من ساكت، ده كان نتيجة لبحث دقيق وإثباتات أنه هذا الرجل مجرم قتل الناس كتار أبرياء مثل هذه الطفل الصغير، يعني طفل في المدرسة الأولية يبلغ من العمر أقل من 15 سنة، وكما شاهدتوا هؤلاء المساكين دكاكين ناس وزل، والمنطقة ده أكثر منطقة اكتظاظا للسكان. وهذا ما ظلنا نقول، وأنا قلت للجزيرة من قبل وأثبت أنه هؤلاء الناس أخذوا إحداثيات لمناطق سكنية وخاصة أسواق، وحاولنا نوريكم في الجزيرة هذه الإحداثيات، ودي واحدة من الإثباتات. إنما جزء من الجرائم اللي بيعمل بشير يوميا. نحن لما عمر بشير قال هؤلاء حشرات هي نتيجة الرزال لما هو قاله أنه الجنوبين حشرات مش بشر، وخوفنا الكثير مش على الجنوبين فقط، لأن نحن الدولة هنقدر ندافع عن نفسنا. خوفنا لتصريحات عمر بشير هو المواطنين العزل في جبال النوبة في نيل الأزرق وفي دارفور وفي ما تبقى من السودان. هذه الرجل مجرم يجب أن يحاكم ويجب أن يقدم لمحاكمة دولية، ونحن بننتظر رد بتاعت المنظمة الأمم المتحدة، ننتظر من بان كيمون ويقول شنو للشعب جنوب السودان.